هاي جايز، ازيكم؟ في حلقة جديدة من My Little Princess. لسه ما فكرتش بالعنوان، ولو عندكم اي فكرة او لو عايزين يعمل لكم اي فيديو في اي فكرة يعني على My Little Princess او اي لعبة، اكتبوا لي في الكومنتس عايزين الفكرة تكون ايه، ولا عن لعبة ايه، اي لعبة يعني انتوا عايزينها. ماشي، يلا نبدأ. سلام، لو اختي تبقى طيبة زي كده وترجع لي، كنت زماني ابقى فرحانة، كنت زماني ابقى فرحانة معاه. ادخل. لو سمحت يا ملكة، ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي يا لارا. هو مش حضرتك كنت قايلة قبل كده ان انتي عندك اخت؟ ايوه عندي. طب هي فين؟ هحكي لك كل حاجه يا لارا. بصي، هي كانت اختي طيبه زيي، وهي ما كانش حد بيحبها، فاتمنت ان هي تبقى شريره وتنتقم منهم كلهم. فهي بقت شريره دلوقتي وعامله حته كده، ومعاها ناس اشرار بيشتغلوا عندها. هي جنيه الشر. أيوة، هي ملكة الشر أو جنية الشر. طيب احنا ممكن نقول للحكيم ازاي يرجع طيبة. فعلا عندك حق، انا زي ما الفكرة دي مخطرتش في بالي، بس هي عدت سنة ونص. مش مشكلة، هيعرف يجيبها. يلا دلوقتي نروح. ماشي، يلا تعالي، يلا نروح لبيت الحكيم، هو قرب. ماشي. ازيك يا غزالة؟ كويس. يلا هو بيت الحكيم، يلا نرن الجرس. حاضر، جاي. ايه ده، الملكة؟ تفضلي. شكرا. بص يا حكيم، انا هحكي لك على حاجه ممكن ما تكونش عارفها. انا كان عندي اخت، اختي دي كانت اختي كانت يعني كانت طيبه، بس اتمنت ليه تبقى شريره عشان محدش كان بيحبها وهي بقت شريره. فانا عايزه اعرف ازاي ترجع تاني. ثانيه واحده، هجيب اللي هي المفروض تعمله علشان ترجع طيبة تاني. الحل عندي، ما تخافيش. اتفضلي، هي لازم تاكل من ده تقريب، لازم تاكل من ده 3 معالق، وده هيخليها ترجع طيبة تاني بجد. بس هي شرير يعني شريرة قوي، لو شافتنا ممكن تحبسنا طول عمرنا. بس هو ما فيش غير حل ده، لازم حضرتك تتصرفي. ماشي، شكرا، احنا لازم نمشي دلوقتي. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. ازاي تاكل من الطبق ده 3 معالق؟ دي لو شافتنا ممكن تحبسني. انا مش عارفة. طيب خدي الطبق ده حطيه عندك في بيتك، انت في بيتك انت، علشان ممكن انا حد ياخده من عندي. ماشي، انا همشي دلوقتي. ماشي، مع السلامة يا لارا. مع السلامة يا ملكة. انا رايحة البيت بتاعي دلوقتي اهو. انا مش عارفة ازاي هنعرف نأكل الاخت الملكة. ايه ده، انا جاتلي فكرة، انا رايحة اقول لها الملكة بسرعة. اهو بيت الملكة. ايه ده، بس الملكة سايبة البيت مفتوح. انا رايحة ادخل اشوف، هخبط الاول عشان عيب برضو. مش بتفتح. هدخل. طيب دلوقتي ايه ده، فين الملكة؟
عارفة انا هدور عليها الغابة كلها. بعد لما دورت عليها في كل مكان، ايه ده انا مش لاقيها خالص. انا هروح اقول للناس في الغابة علشان نشوف حل. جون نادي كل الناس اللي في الغابة. حاضر حاضر، بس هو في ايه؟ حاب اقول لك بعدين، بقول لك لما كل الناس يجوا نديهم. بس حاضر يا جماعة، يا جماعة، يا أهل الغابة، تعالوا بسرعة، تعالوا بسرعة. في ايه يا جون؟ احنا مش لاقيين الملكة خالص. ايه انت بتتكلم جد يا جون؟ ايوه صدقوني احنا مش لاقيين الملكة. شفت الملكة يا عزالة؟ لا انا اخر مرة شفتها كانت مع لارا. ايوه مع لارا. طيب ايوه انا افتكرت، انا شفتها مع حد كده. كان ودي كانت الحد دي شبهها بالظبط، وكانت والدم يعني كانت بتخوفها شوية، بس انا معرفتش اعمل حاجة. انت بتتكلم بجد؟ ايوه صدقوني. تعرفي حاجة عن الموضوع ده يا لارا؟ ايوه الملكة كانت قايله لي من شوية اللي هي ليها اخت. بعد لما حكت لهم كل حاجة الملكة حكتها لها. بجد يا لارا احنا لازم